ستيمز انترناشونال، شكرا جزيلا لك. وينضم الى يعني نستمر في هذا الحوار ولكن مع الدكتور حمزه السيوف استشاري امراض الاعصاب. دكتور حمزه، يعني ربما استمعت معنا الى كلام دكتور حسين السالم، ولكن نتحدث اكثر الان عن مرض الاي ال اس او المعروف بالتصلب الضموري الجانبي. يعني اود في البدايه ان تعرفنا اكثر بما هو هذا المرض. طبعا اول شيء شكرا لكم على دعوتي لهالبرنامج. الاي ال اس هو من الامراض العصبيه التدهوريه واللي هم بيسموها نيورو ديجنريتيف ديس اوردر. يختص هذا المرض من دون غيره انه يؤثر على الاعصاب العضليه الحركيه المركزيه والطرفيه، وما يكون هناك سبب يفسر هذا التدهور، وعادة ما يؤدي هذا بالنهاية إلى فقدان تقريبا معظم القدرة على الحركة سواء كانت مركزيا أو طرفيا، ويؤدي إلى الوفاة في حالة من خلال في مدة 3 إلى 5 سنين للأسف الشديد. طبعا وخلال هاي الفترة يكون المريض يتعرض لكثير من الآلام نتيجة فقد هالقدرة على التحكم بالحركة سواء كانت مركزية أو طرفية. دكتور حمزة، آخر الأبحاث تقول ربما أن الجين NEK1 هو المسؤول عن هذا المرض، ما هو رأيكم؟ يعني حقيقة هو هناك عدة جينات مسؤولة عن هذا المرض، لكن شو الفكرة أنه NEK1 كان له أهمية أكثر؟ لأنه في عندك نوعين من الALS، النوعية الأولى اللي هي يسموها فاميليال اللي تمشي في العائلات يعني الوراثية بطريقة أو أخرى، واللي هي تشكل 5% و95% هي السبوراديك اللي بتأتي من دون أي سبب من دون وجود عامل وراثي. في كثير من الجينات اللي فصلوها في حالة الفاميليا اللي بتمشي بالعائلة، ولكن بالNEK1 وجدوا أنه موجود في حالة الفاميليا العائلي وغير العائلي. علشان هيك كان فيه أهمية كثير، لأنه ممكن يبنوا عليه علاج جيني لهذا المرض. طيب هناك حالات ربما يعني في ولاية أيداهو في الولايات المتحدة وحتى في لبنان عملت على علاجات مختلفة وإلى حد ما أثمرت هذه العلاجات بالفعل. كطبيب أعصاب، ما رأيك يعني في العلم في تعدد أبحاث من أجل علاج؟ طبعا باسل متعددة. طبعا باسل، بالنسبة للمرض هذا وجود علاج هو شيء رائع، لأنه المرض هو عبارة عن كارثي، مرض كارثي. مجرد ما يشخص الشخص أنه عنده ALS فما هذا معناته الموت الحتمي. الآن للأسف الشديد الدواء الوحيد الموافق عليه من الجمعية العلمية الأمريكية اللي هو FDA approved اللي هو رايلازول، وهذا الدواء للأسف يطيل عمر المريض من 3 إلى 6 أشهر. الآن هل في أبحاث كثيرة؟ طبعا في أبحاث كثيرة، بس هل في نتيجة واضحة وصريحة تقول إنه هذه الأبحاث مفيدة ولا لا؟ لحد الآن نحن في يعني لسه في طور البحث وطور الإثبات زي ما حكى الدكتور حسين السالم. طيب دكتور، هل لدى العالم العربي علم ربما وأمل بعلاج هذا المرض؟ هل لدينا مختبرات، عيادات معالجة؟ يعني خلينا نركز على الموضوع وخاصة موضوع استمسل اللي حكى عنه، هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية الآن أصبحت في الوطن العربي يعني هي علاج لكل شيء للأسف الشديد، ولكن لا يوجد أي دليل أنه في الوقت الحالي اللي نتكلم فيه أنه هناك أي فائدة لعلاجات بالستمسل بالخلايا الجذعية لأي مرض أعصاب. أعطيك مثال، عندك مرض التوحد بالأطفال منتشر جدا عندنا، وللأسف الشديد يستخدم علاج الخلايا الجذعية بشكل كبير جدا وبأسعار مكلفة جدا، وفائدتها تكاد تعادل صفر. الآن الخلايا الجذعية، لماذا احنا اهتمامنا بالخلايا الجذعية؟ اشمعنى انا مهتم بالخلايا الجذعية؟ لأن الخلايا الجذعية هي خلية ممكن في تحت ظروف معينة تتحول إلى خلايا أخرى. يعني هي معروفة جدا ومثبتة جدا في علاج أمراض السرطانات. يأخذوا علاج الخلايا الجذعية من شخص غير مصاب اللي بيسموه شخص طبيعي دونر، ويحطوها ويعملوا على إزالة الخلايا الجذعية الموجودة عند الشخص المصاب، وهاي الخلايا تدخل في النخاع العظمي وتشتغل بدل الخلايا المسرطنة. الآن هذا مثبت، وعملنا عدة حالات احنا في جامعة يونيفرسيتي اوف فلوريدا، ولكن
بالنسبة إلى الأعصاب لحد الآن الخلايا الجذعية لم تثبت قدرتها على التحول لخلايا عصبية في الدماغ. يعني هذا هو سؤالي بالتحديد، ما الذي يعوق تحولها إلى خلايا عصبية بالتحديد؟ يعني كل الخلايا الأخرى ممكن أن تحول إليها ما عدا الخلايا العصبية؟ والله هل سبب علمي لهذا؟ والله يا بس لو أعرف السبب أولقيت نوبل برايز، أنا بقول لك حصل على نوبل برايز. للأسف الشديد هذا العائق. يعني أعطيك مثال، حتى في عندنا أطفال كانوا في عندهم أمراض استقلابية لسه مش أمراض عصبية، وللأسف الشديد عملنا لهم زراعة مرة ومرتين وثلاثة في يونيفرسيتي أوف فلوريدا، وأنا من الأشخاص اللي كنا مشرفين عليهم، ومع ذلك فشلت الخلايا الجذعية. فشو السبب؟ الله أعلم، بس نكتشف السبب قد تكون هي الحل لكل جميع الأمراض. بس بالوقت الحالي أنا أريد أن يعني أؤكد للمرضى، لأنه أنا أرى في القطاع الخاص والقطاع العام كمية استخدام الخلايا الجذعية وكمية هدر الموارد المالية التي قد تستخدم لمساندة المريض في الخلايا الجذعية. فائدتها في الوقت الحالي صفر. نتمنى أن تجدوا حل قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور حمزة السيوف، استشاري أمراض الأعصاب. شكرا لك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. فادينا من لندن ودبي، نبقى ضمن موضوعنا لليوم عن مرض التصلب الجانبي الضموري، ولكن ننتقل الآن إلى واشنطن مع الزميل علي الزبيدي، والذي سيختم هذه الفقرة بمعلومات حول حملة تحدي دلو الثلج على طريقته الخاصة. الزملاء في دبي أهلا بكم، وجمهور برنامج اليوم أهلا وسهلا بكم. اليوم حبيت أنه أختم معاكم هذه الفقرة اللي أثرتنا بمعلومات كثيرة، وضيوفنا الكرام أعطونا معلومات كثير عن موضوع التصلب الجانبي الضموري، هذا المرض اللي للأسف في ناس كثيرة فقدت أعزائها وأحبائها وأفراد من أسرتها بسببه، وما زال بعض منهم أيضا يعاني من أمراض شلل كلي. ويعني فعلا هذه المبادرة اللي تمت هي مبادرة تحدي دلو الثلج، خلتنا نرجع لأصولنا الإنسانية ونحاول أن دائما أن نساعد الآخر إيمانا بالعلم. اليوم وياكم راح أخذ التحدي مباشرة على برنامج اليوم، وبعدها راح نحكي أيضا في فقراتنا القادمة. I'm ready. ثلج هواي يعني. أنا حاجة أقدر أقولها إن أنا شكرا لكم علي، وعارف أكيد ما أقدر أسمع المكتب، ما عندي شيء أسمع به. شكرا لكم. ختام الفقرة من واشنطن، عودة للزملاء. الامتحان أكيد 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 ما كانش سهل، ولكن يعني معك علي تحية بالتأكيد، وأدعو الجميع لدعم الأبحاث من أجل إيجاد العلاج لشتى الأمراض بأي طريقة حتى لو بدلوا الثلج. صحيح يا باسل، نتمنى لهم الشفاء جميعا. إذا مشاهدينا الآن إلى القدس مع إيمان وموضوع سينمائي، إليك إيمان. أهلا نبيلة ونعيما، أيضا بنقول له كمان